مرحبا شبابنا الطيبة. طبعا هاي النثية مثل ما تشوفون فردتها عن الفرخات والأب. الأب احتاجته هنا، طبعا مخليه ويا غير طيرة، هاي هنا مبيضة. المشكلة اللي دنواجهها يعني، طبعا هذا الفيديو للمبتدئين، عندي هاي الفرخات 1 2 3 4 مثل ما تشوفون الذيولة مالتهم كلها مبترة. منو اللي بتره مسوى هاي المشكلة؟ الأماية طبعا. ليش؟ لأنه فرخاته كبروا، صاروا بعمر يعتمدون على نفسهم، بس بعد يتوكلهم لحد الآن. فهي شو تسوي؟ راح تبلش تنتف بالفرخات. ليش؟ مو لأن تكرههم أو ما تحبهم، لأن تريد تبني عش جديد. فأنا شو سويت؟ أول عملية تسويها أخويا تشيل العش خارج القفص. وثاني شيء، مثل ما يعرف كل المفرخين مال كناري، يكون عندنا خانتين واحدة مقابل اللخ. فشو نسوي؟ شلون بعد ما تجينا المشكلة؟ الفرخات نخليها بصفحة، الفرخات نخليها بصفحة، والأماية بصفحة. شو وقت نحتاج الأماية؟ بوقت الأكل يعني، فد مرتين أو ثلاثة نخليها تدخل يم الفرخات حتى توكلهم، وبعدين نفردها على المود. شنو على المود؟ لا تنتفهم، عرفتوا شلون؟ فهسه راح نجرب، شوفوا الفرخات شلون راح تطفر ورا الامايه على المود توكلهم، وبعدين نرجع نفرد الامايه على الفرخات. شوفوا شباب، هاي هسه راح اشيل الفرده اللي بالنص ونلاحظ على الفرخات. شوفوا 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 شوفوا، شفتوا شلون؟ شوف، لاحظ، لاحظ. هسه الأماية راح تبلش توكل الفرخات لأنه جوعانات. فاحنا ليش طلعنا الأماية؟ حتى لا نتف الفرخات. فهسه مثل ما تلاحظون الفرخات يطفرون ورا الأمايه. ليش؟ لان جوعانات. يعني نخليها الأمايه ويا الفرخات نص ساعة او ساعة، وبعدين نفردها مرة الأخرى. المود شنو؟ المود توكلهم. وبعدين هم هاي راح نستفاد من اداء الفقرة شغلتين. ليش؟ اول شيء توكل الفرخات، اول شيء توكل فرخاتها، ثاني شيء حتى الفرخات تعتمد على نفسها. بس لازم ندخلها الأماية فد مرتين او ثلاثة الفرخات حتى توكلهم، حتى يكون عندك مضمون يعيش الفرخ ما يموت، عرف شلون؟ فورا ما تشوف الأماية ورا نص ساعة او ساعة لازم تكون انت موجود، بس لا تتقرب على القفص حتى لا تخاف، يعني تكون بعيد عن القفص فد مترين او ثلاثة حتى تقدر الأماية توكل فرخاتها وتكون مطمئنة ما حد يأذيها ولا يأذي فرخاتها. فبعد ما تخلص النص ساعة او ساعة ترجع تفرد الأماية بوحدة والفرخات بوحدة، هاي لمدة فد 4 لو 5 ايام على المود الفرخ يتعلم بهذا الوقت اللي انت تفرد امه من عنده، يتعلم يعتمد على نفسه. اكيد هو راح يجوع، راح يجوع وراح شنو؟ راح يتعلم ياكل شوية، وبعدين الأماية ترجع توكلهم من ترجعها وياهم فد هاي النص ساعة والساعة، وإن شاء الله راح يكون عندك تفريخ حلو ومرتب. هاي مثل ما نلاحظ الفرخات قامت تبكي تريد أكل، لانه انا قريب على القفص هي تخاف توكلهم. طبعا بس شويه ابعد عن الموضوع، ابعد شويه عن الموضوع، راح نلاحظ الامايه شلون تقوم توكل الفرخات. هي طبعا نزلت تاكل مثل ما تشوفون، تاكل هنا. حتى ليش؟ حتى توكل الفرخات. ان شاء الله راح توكلهم على الكاميرا ونشوفها.
بس يعني هاي الفكرة اللي واحد دا يعاني من هاي الشغلة. طبعا هذا الفيديو للمبتدئين، طبعا اللي يفتهم بالكناري اكيد مواجه هاي المشكلة واكيد الحل عنده، اكو حلول هواية، بس انا شفت هذا الحل احسن للفرخات والأماية. عرفت علي شو؟ مثل ما نلاحظ الأمة يبي تاكل وهذا الفرخ صفها يريد ياكل. طبعا هي راح تنزل توكله وراح توكل فرخاتها كلهم حتى شنو؟ حتى ما يموتون. وبعدين نرجع نفرد الأماية عن الفرخات، لا تنسى تعوفها وياهم لان راح تنتفهم تنتيف. مثل ما نشوف، لاحظوا لي الموضوع شباب، هاي شوف شوف الفرخ شلون يلحق امه. ها لاحظ ايش قد ما جوعان خطى يده تفر فوق ظهرها. شوف هاي الامه طبعا هاي الرصاصيه، راح نلاحظ على يمكن نكمشها بالكاميرا شلون توكل الفرخ هذا. طبعا انا دا احاول القفها، شوف لاحظ 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 شلون توكل فرخاته، لاحظ لاحظ لي على أمايا، هي دا تريد تشوف مكان آمن، دا تريد تشوف مكان آمن إلها والفرخاته، علمود شنو؟ علمود تقدر توكل فرخاته. لاني يا عبالة انا راح اتقرب بس اخرب له الموضوع، فاني اكيد ما راح اخرب الموضوع، انا دا احاول افيد المبتدئين بالموضوع هذا. شوف لاحظ 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 شلون توكل فرخاته، لاحظ شوف الحمد لله انه قدرت اصور خطوة خطوة بفيديو واحد. وبعدين خلي نفرض انه هي وكلت الفرخات مثل ما دا تلاحظون، شوف بوع هي دا توكل فرخاتها. طبعا انا قريب على القفص متر، اقل من متر، دا تلاحظ فهو هذا الموضوع اللي صعب الامور عند كم مربي وكتلة فرخاته وما سوى إنتاج هاي السنة. وإن شاء الله على السنة الجاية أو بعد أكو مجال فد شهر علمود نقدر نسوي. فإحنا إيش راح نسوي؟ هاي الفردة هيج نحضرها، نوخر الفرخات بذاك القفص الله، نوخر الفرخات بذاك القفص الله. أوكي تمام، مثل ما تشوفون أنا محضر الفردة علمود، بس الطائرة تفوت قبل أقفل عليها هنا. شوفوا 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 هسه فردنا الطائرة عن الفرخات، شوفوا الطائرة بقد بوحدها والفحل هنا أنا مثل ما ذكرت خليته ويا غير طائرة، وهاي فرخاته، هاي الأربع فرخات صاروا بوحد والأماية بوحد. وتحياتي للجميع وأتمنى استفادتوا، أخوكم روني أدوار.